محطتنا التالية نرمين أكيد رح نحاول فيها إنه نلامس نبض الإرادة والحياة عند الشباب السوري بمختلف ميادين الحياة. اليوم رح نوجه المؤشر للحديث بالمجال الطبي نحو فريق سماعة حكيم مع مدير الفريق الدكتور محمد أكرم الشرع، وأكيد مع منسقة الفريق وهي أيضا طالبة سنة خامسة في الطب دكتورة، فينا نقول بشرى الحميد. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير. صباح. عم نحكي عن مبادرة كتير مهمة، مبادرة طبية توعوية إعلامية، سماعة حكيم. يمكن البداية كانت من 4 سنين، خلينا نحكي شوي أكثر ونعرف المشاهدين عنها. سماعة حكيم هي فريق إعلامي سوري بامتياز وتطوعي بالكامل، مكونة من أطباء من مختلف القطاعات الطبية، من مختلف الاختصاصات، من طلاب في كليات الطب البشري على مختلف الجغرافيا السورية، من دمشق لحلب لتشرين للبعث بحمص لحماة لطرطوس. بيهدف سماعة حكيم لدعم الأطباء السوريين، لدعم مبادرات طلاب الطب، لنقل واقع وحياة الطبيب وطالب الطب بشكل يومي، بيسلط الضوء على نقاط القوة بالمشافي السورية أيضا بمختلف القطاعات، من وزارة التعليم العالي والمشافي الجامعية لمشافي وزارة الصحة الممتدة على كامل الجغرافيا السورية أيضا، والمشافي الخدمات الطبية، مشافي وزارة الدفاع وأيضا مشافي وزارة الداخلية. الفريق أيضا له جانب طبي بيهدف لتثقيف المجتمع ونقل المعلومة الطبية الصحيحة، ولا سيما اليوم في ظل عديد من المواقع اللي بتنشر معلومات قد لا تكون مرتبطة بمصدر صحيح، قد لا تكون صحيحة طبيا، ولا سيما حتى اليوم نحن بالطب نفسه بتعرفي اليوم معلومة من 3 سنين اليوم قد تتغير، لذلك الطب في حالة تطور مستمر، وهذا الشيء أيضا من تابعه نحن كفريق سماعة حكيم. حلو، يعني اسم الفريق لحاله بيجذب. رح نلقى بشرى. بشرى، الفكرة بلشت من 5 سنين. دائما بس بلش هيك فكرة صغيرة بتكبر بتتطور لنكبر هذا المشروع لنوصل لهدفنا اللي نحن بدنا اياه. خلينا نحكي عن آلية العمل وكيف هيك عم نقدر نحن نطور العمل ضمن نطاق الفريق. هلا بداية نحن كفريق سماعة حكيم، يعني هي بديت فكرة من شخص، كبرت ل4 أشخاص، يعني تقريبا هلا 150 شخص موجودة على مستوى المحافظات. تمام. هلا بتطور العمل كمان مثل تطور الفريق، كيف كبرنا عم يتطور العمل. هلا تطور العمل بدنا نسأل دكتور محمد الشرع، هو أدرى وأكثر خبرة. هلا الفريق بلش مثل ما قالت بشخص، هو مو بشخص بصراحة، لأنه نحن لو ما كنا مجموعة أشخاص ومنظومة عمل متكاملة ما وصلنا لهون. الفريق بلش بصورة، تمام، لصورة جماعية لمجموعة لدفعة، خلينا نقول انتقلت لنقل وتغطية حفلات التخرج، انتقلت للقاءات مع أعلام في الطب، مع مدراء في المشافي، مع نقل هموم طالب الطب إعلاميا ونقل هموم الطبيب. اليوم اتطورت لبرنامج إذاعي اسمه سماعة حكيم على شام اف ام، هو بيستضيف أطباء وطلاب دراسات أو أطباء مقيمين لينقلوا معلومة طبية صحيحة. واليوم الفريق بيتحضر لانطلاق خطوة جديدة إن شاء الله على طريق النجاح، أبليكيشن، تطبيق اسمه سماعة حكيم. التطبيق يهدف إلى دعم السياحة الطبية السورية، وأيضا سيكون بمثابة دليل للمجتمع السوري لأطباء سورية، بالإضافة لأنه حيدعم المواطن السوري أيا كان، يعني المجتمع السوري، من خلال نقل معلومة طبية صحيحة. وأيضا التواصل مع الطبيب من خلال الأبليكيشن. بشرى، يعني احنا عم نحكي عن الاعلام الجديد، هو اعلام السوشيال ميديا واعلام صحافة المواطن. اليوم عم تحاولوا تدمجوا يمكن خبراتكم، عم تحاولوا تسلطوا الضوء على اطباء سوريا،
وعم تستخدم وسائل تكنولوجية كتيرة. خلينا يعني نخبر المشاهدين كيف اليوم ممكن يستفادوا من المعلومات يلي انتو عم تقدموها، ونحكي شوي عن قنواتكم اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. من هلأ بالبداية الفريق عنده كتير نشاطات، منها بتفيد الطبيب ومنها بتفيد طلاب الطب، نقل صورة طالب الطب يلي عند المجتمع وتغيير نظرة لطالب الطب بصورة مختلفة وبصورة جميلة. كيف أخذين النظرة على طالب الطب؟ هذا اللي بنسأله. طالب الطب هن شايفينه هو فقط نحو الدراسة، طالب الطب ما بيعرف غير الدراسة. ما اجتماعي. تمام. ممكن يكون مانو اجتماعي، ممكن يكون منغلق. يعني نحن وجودنا هون كممثل، ما بعرف إذا نحن بنمثل الشريحة الطبية. فطالب الطب اليوم ناجح بالسوشيال ميديا، وهي نحن أثبتنا هذا الشيء. طالب الطب اليوم عندهم مبادرات على مختلف المجالات، اليوم بيكتبوا محاضرات، بيطلقوا مبادرات، بيطلعوا بمحاضرات توعوية. طالب الطب يعني هذا بالإضافة للعمل الطبيب. نحن تركيزنا اليوم على الطبيب في المشافي السورية، نقل يومياته يمكن معاناته وحياته، خلينا نقول إنجازاته، بصمته، لأنه اليوم في عنا عمليات نوعية، خدمات طبية تقدم من الطبيب السوري. أيضا نركز على المشافي، ولا سيما مشافي التعليم العالي اللي هي تمثل تأهيل الطبيب. مشافي التعليم العالي اليوم لها فضل على كل طبيب سوري، لأنه ما في طبيب تخرج اليوم سواء بمشفى عسكري أو بمشفى تابع لوزارة الصحة أو أي كان، حتى بالمشافي الخارجية. مشافي التعليم العالي اليوم لها فضل على كل طبيب من خلال تعليمه بمراحل السنة الخامسة والسادسة، وأيضا السنة الرابعة بتدريبه أو ما يسمى بالاستاجات. يعني نرمين مثل ما حكينا انه اخذين فكره عن الاطباء، انه الاطباء هنن فقط بمجالهم ولكن بالدراسه اكيد. يعني نحن مفتخر باطبائنا لو ما هنن عن جد بيدرسوا من قلبهم ما وصلوا لهون، ولكن اضافه لهذا الشيء انه هنن صار عندهم المام بالسوشيال ميديا، المام بانه يكونوا يقدموا رساله مثل حضرتكم انتم عم تعملوا رساله لتكونوا مثل اعلام من خلال سماعه حكيم. بدنا نحكي عن الانضمام وشروط الانضمام لسماعه حكيم. تمام. هلا الانضمام بصراحه يعني شروطه بتتطور مع الفريق، بتطور الفريق. هلا نحن كيف بلش الفريق؟ انا اول ما بلشت يمكن لما كنت بكالوريا بدي فوت طب، طيب ما في حدا بيحكي عن الطب اليوم، فنحن من خلال سماعة حكيم عم نوضح الصورة للطالب بدءا من طالب البكالوريا اللي بده يدخل سنة تحضيرية. بنحكي عن السنة التحضيرية، ما بعد السنة التحضيرية شو عندي بالسنة الثانية، أيضا الاختصاص ما بعد مراحل الطب في عنا شيء اسمه طريق الاختصاص. اليوم هذا الشيء، هاي تطور النشاطات بتتطلب منا نطلب يعني أشخاص بمستوى معين، اما بمجال اليوم اذا كان عندنا تغطيه بدنا نكون الشخص فوتوغرافر مثلا عنده خبره بتدقيق النصوص مثلا. ايضا نحن بهمنا نضم شرائح جديده، نتوسع بالمستوى الافقي من خلال مشافي جديده ان كنا غير ممثله من خلال فريق سماعه حكيم، او قطاعات جديده او اختصاصات جديده. ايضا الفريق تطوعي بحت، ما في شروط غير انه يقول انا حابب هالمبادره وحابب كون، فلذلك يعني اسهل مرحب من شرب اي حدا. الفريق يعني نحن من طلاب الطب، واكيد طلاب الطب يعني اليوم الفريق 150 شخص، ولكن اي شخص اليوم خارج ال 150 شخص بيتواصل معنا وفي ينشر اي شيء بحبه. تمام. معلومه طبيه، فيديو معين. لا طبعا نحن هذا الشرف ما فينا والله نتشرف. نحن تواصلوا معنا البعض بكلية الإعلام عم يشوفوا نحن عم نعمل نشاطات إعلامية، فقلنا لهم بالعكس نحن اللي بنتشرف فيكم ومنتعلم منكم، ويا ريت اهلا وسهلا. يعني قديش حلوه اليوم هاي المبادرات اللي عم تطلع من الجامعه وبعدها عم تكفي وتستمر وحتى تكبر اكثر واكثر. يعني عم نحكي عن سماعه حكيم بلشت بعدد قليل، صرنا على مستوى المحافظات اذا بدنا نقول.
بدي اسال، عم تنزلوا يمكن تواصلكم بعده فعال بالجامعه بالطلاب هيك التحضيريه اللي عم يفوتوا اول سنه، كيف عم تستقطبون ليكونوا معكم؟ ونحكي شوي عن نشاطاتكم الحاليه. تمام. هلا ببدايه بالنسبه لطلاب السنه التحضيريه، كل ما بيجي وقت فرزهم نحن عنا مثل المبادرة نحن منقوم فيها بالفريق، نحن نفسنا المعلومات اللي عنا إياها منرتب لهم إياها، منعمل لهم صور عن المعدلات، عن معدلات الفرز بالسنوات حلو. السابقة، ومنعرفهم بالكليات وكمان طريقة الدراسة حلو. يعني هي بالإضافة تفاصيل كثيرة. بالإضافة للأمور الإدارية نحن اليوم على تواصل مع وزارة التعليم العالي، مشكورة الأستاذ الدكتور رياض طيفور، هو المسؤول الأول عن السنة التحضيرية على مستوى الوزارة. نعم. وهو مشكورا عم يقدم لنا كل الدعم، وعم يعني عم تكون المعلومة صحيح. فورا من المصدر لطالب السنة التحضيرية. نعم، عم يتم تبادل الخبرات بينكم وبين الطلاب، خلينا نقول أو المتطوعين. الطبيب كان رديف للجيش العربي السوري، كان مرافق الجيش العربي السوري بالمعركة. الطبيب ما كان فقط عم يقدم عمله الإنساني والنبيل بعيادته بمشفى، ولكن كان على الجبهة. قديش خلينا نركز على هيدي النقطة ونسلط الضوء عليها. الطبيب كمان جندي، وأحياناً بيكون الطبيب هو ضابط مع أصدقائه مع رفاقه في السلاح. خلينا ننوع هذا الموضوع. الأول شيء بمناسبة عيد الجيش العربي السوري بنوجه التحية والمعايدة لكل جندي من بواسق قواتنا المسلحة، بالإضافة للجنود المجهولين. امبارح كان في لقاء لكم مع مدير إدارة الخدمات الطبية، كان عم يحكي إنه الطبيب في المعارك كان يكون على يعني بعيد على 5 كيلو في المعارك الأخرى، ولكن نحن كان الطبيب ملازم للجيش العربي السوري، وأحيانا يكون قدامه بالمشافي العسكرية تحديدا. نعم، يعني وصلنا لختام محطتنا معكم، تعرفنا على نشاطات هذا الفريق، بنتمنى لكم كل التوفيق وكل التميز بعملكم. الدكتور محمد أكرم الشرع ومنسقة الفريق الدكتورة بشرى الحميد، شكرا كثير لوجودكم معنا، بنتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله بيكبر مشروعكم أكثر وأكثر. شكرا.